السلام عليكم متابعين الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير. مكملين مع بعض وصفات الحلويات المقرمشة اللي بدأناها مع بعض على القناة. هنعمل مع بعض النهاردة صنف حلويات سريع واقتصادي بإذن الله، مكوناته موجودة في كل بيت. قومي حالا اعمليه لولادك ودفي ولادك في الجو البرد ده، بالإضافة كمان إن هو من أحلى الحلويات اللي ممكن تقدميها في العيد، وكمان من ضمن حلويات شهر رمضان. كل سنة وأنتم طيبين. حلوياتنا جميلة سريعة اقتصادية بإذن الله هتعجبكم. شاركنا مع بعض قبل كده مجموعة مختلفة من الحلويات، زي الحلويات اللي هنشوفها دلوقتي والحلويات اللي احنا ظاهرة قدامنا دلوقتي، شاركناها مع بعض على القناة. من الحلويات طبعا اللي سهلة جدا وسريعة، واللي شفنا طريقتها قد ايه بسيطة. هسيب لحضراتكم بإذن الله الوصفات اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي في أول تعليق المقادير والوصفات بالتفصيل. أتمنى طبعا في البداية ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالشير مع حبايبكم، ولو بتشوفونا لأول مرة اعملوا جولة سريعة على محتوى القناة بإذن الله هتعجبكم، عليها مجموعة جديدة من الوصفات والحلويات وكمان أهم الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا. يلا بينا على طول نسمي الله ونشوف وصفتنا عملناها ازاي. اول حاجه في مقاديرنا هحتاج زي ما قلت لكم بيضه واحده. انا في البدايه زي ما احنا شايفين هحط بيضه واحده وهحط عليها رشه فانيليا. حطينا البيضه هحط عليها كمان رشه فانيليا بالشكل بتاعنا. اضافتنا اللي بعد كده هحط دلوقتي هنا زي ما احنا شايفين رشه ملح، نص معلقه من البيكنج باودر. بعد كده تلت كوبايه من الزيت. هقلب المكونات دي زي ما احنا شايفين، هقلبها كويس بالطريقه اللي احنا شايفينها دلوقتي مع بعض. ودي المكونات الاساسيه في وصفتنا زي ما احنا شايفين. بعد كده هضيف مقدار كوبايتين من الدقيق، كوبايتين بس من الدقيق على الخليط، وهخلط المكونات دي مع الدقيق، وبعد كده هعجن الخليط بالطريقه اللي هنشوفها. هنا هنستخدم ايدينا، هنستخدم هنا ايدينا دلوقتي وهنسيب المضرب، وبعد كده هنبتدي نقلب كل المكونات لحد هنا الدقيق ما يندمج مع المكونات اللي احنا عملناها. وصفتنا دي ممكن تعجنيها باللبن، وكمان هنا ممكن تعجنيها بالميه. نزلت لكم قبل كده وصفات زيها عجنتها بالميه، ولكن هنا وصفتي انا حبيت اعجنها بالميه، هنا وصفتي انا حبيت اعجنها باللبن عشان ازود القيمه الغذائيه بتاعتها. هضيف اللبن بالتدريج وهنبتدي نعجن، وهنا العجين بتاعنا بيبقى متماسك بالشكل اللي هنشوفه. خلاص كده عجننا، خلاص كده عملناه بالطريقه ديت، مش محتاج لبن تاني. هلم العجين وهنعجنه كويس وهنسيبه يرتاح ربع ساعه. بعد كده زي ما قلنا هنسيب العجين بتاعنا ربع ساعة، لفناه في استريتش من بتاع الأكل وحطناه في التلاجة شوية. دلوقتي العجين بتاعنا هنبدأ نفرده بالخطوات اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض. خطوات بسيطة جدا للفرد. طبعا هنا حلوياتنا مختلفة غير الحلويات اللي شاركناها مع بعض في الفيديوهات السابقة وشفناها في أول الفيديو. حلويات بسيطة جدا في التشكيل، هنشوف دلوقتي طريقة تشكيلها قد إيه سهلة. أخدت قطعة من العجين، طبعا هنا العجين بتاعنا بارد لأن مطلعينه من التلاجة. دلوقتي هضغط على العجين، هحط بس شويه صغيرين من النشا. شفنا حلواتنا قبل كده فردناها بالنشا، ولكن هنا حلويات ديت ما بتاخدش هنا نشا كتير بالشكل ده، هتنفتها بكميه قليله جدا من النشا بالشكل ده. حطيت هنا شويه من النشا وهبتدي افتها على شكل مستطيل زي ما هنشوف. زي ما هنشوف حطيت كمان شويه من النشا تحت وفوق، وهبتدي دلوقتي افتها بشكل مستطيل. هنشوف دلوقتي السمك والشكل اللي احنا محتاجينه. فردتها بالشكل ده، وهنا طبعا على قد المساحه اللي كانت موجوده عندي فردتها بالشكل ده، ودلوقتي ابتديت اساوي الجوانب بنفس الخطوات. طبعا هنا الزيادات من العجين هبتدي المها مره تانية وهفردها مره تانية. لو نلاحظ طبعا ان العجينه بتاعتنا سميكه شويه، دلوقتي انا عايزه افرد العجين كويس عشان ما يبقاش سميك معانا. حطيت شويه من النشا تحت وفوق، ودلوقتي هبتدي اضغط على العجين كويس عشان افرده كويس وعجيننا ما يبقاش سميك. هنشوف دلوقتي السمك اللي احنا محتاجينه. زي ما احنا شايفين هضغط على العجين بالشكل ده، وعشان هنا اتاكد ان العجين مش سميك بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي. فبدت بنفس الخطوات كده زي ما احنا شايفين. دلوقتي هنشوف طول العجين وصل لايه. زي ما احنا شايفين ادي العجين بتاعنا فردناه كويس بنفس الخطوات. الجوانب بتاعتنا مش متساويه، دلوقتي بقى هبتدي هنا اشيل الزيادات من الجوانب وهسوي الجوانب بتاعتنا مره تانية. ابتديت هنا اساوي الجوانب بالشكل ده، ودلوقتي هبتدي اعمل هنا. ممكن طبعا تقيسي حلوياتك على حسب طبعا هنا الحجم اللي انت محتاجاه. وعلى هنا ده لو نلاحظ طبعا هجبت هنا بعد كده القطاعه المشرشبه ديت، وابتديت هنا اساوي بيها الجوانب عشان تدينا الشكل اللي شفناه في اول الفيديو. جبت هنا القطاعه بتاعتنا وابتديت اقسم من النص، وهنا اظبط الجوانب عشان كلها تكون نفس التقطيعه بنفس الشكل ده، وهاجي على الجوانب كلها هبتدي اسويها كويس بنفس الخطوات. زي ما احنا شايفين سويت الجوانب كلها بنفس الخطوات كده. والقطع اللي هنشوفها دلوقتي هقسمها لاربع اجزاء، يعني كل جزء منها هقسمها لجزئين.
زي ما احنا شايفين هنا هجمين النص وهقسمها لكل جزء. طبعا كل قطعة لجزئين، ودلوقتي هشيل ثلاث أجزاء وهنبدأ دلوقتي نفذ جزء جزء مع بعض. أخدت قطعة من هنا العجين بتاعنا، وطبعا هنا لو لاحظتي ان او لو لقيتي العجين بتاعك سميك جامد ابتدي افديه كمان شوية. أخدت قطعة من العجين وابتديت هنا أحط شوية من النشا صغيرين تحت وفوق. طبعا هنا النشا كمان بتساعدك على قمشة الحلويات بتاعتك أكتر زي ما احنا شايفين. فبت هنا حلوياتنا كمان شوية بالشكل ده. وهجيب دلوقتي القطاعة بتاعتنا اللي هي القطاعة اللي هي المشوشفة ديت، وهبتدي دلوقتي أعمل فيها خطوط بالشكل هنشوف. هاجي من النص هنا وهبتدي هنا اعمل فيها خطوط، وطبعا هنا احاول على قد ما اقدر ان ما اوصلش للجوانب او طبعا لنهايه العجين عشان هنا العجين بتاعنا ما يتقطعش معانا. هبتدي هنا اقطع بالشكل ده زي ما احنا شايفين بنفس الخطوات. دلوقتي بقى الخطوة المهمة كمان في وصفتنا ان احنا نفصل الفواصل دي كلها عن بعضها. نتاكد هنا ان الفواصل بتاعتنا فاصله عن بعضها مش لازقه ببعضها. لو لقيتي اي واحده لازقه في الثانيه ابتدي هنا افرديها عن بعضها بالشكل ده. بعد كده هناخد هنا حلوياتنا، وصلنا لحد المرحلة دي هنجيب هنا بقى حلوياتنا كده هنبتدي نطبقها فوق بعضها بنفس الشكل ده. طبقتها فوق بعضها ودلوقتي هنشوف بقى الشكل بتاعنا هنعمله ازاي. هبتدي دلوقتي اعمل لها جوانب او زوايا بنفس الطريقة كده. عملت لها اربع زوايا وهنيجي من النص هنعمل لها كشكشة بنفس الشكل. وجبت جنبي ورق ألمونيوم او ورق فويل وابتديت هنا اعمل لها الشكل واقفلها من النص بنفس الشكل اللي هنشوفه دلوقتي. ادي هنا حلوياتنا زي ما احنا شايفين شكلها جميل جدا، قلبناها وعطتنا الشكل الجميل اللي احنا شايفينه دلوقتي. هعمل معاكم واحده كمان. ودلوقتي اخدت قطعه من هنا الاربع هنا قطع اللي احنا كنا قاطعينهم اخدتها وفردتها شويه بنفس الشكل، فردتها بنفس الخطوات بنفس الشكل كده. وبعد كده هبتدي هنا اقطعها من النص بنفس الشكل اللي عملنا بيه اول واحده. هنيجي من النص وهنبتدي هنا سويتها الاول من الجوانب عشان هنا متبقاش تبقى متساويه كلها، وهنيجي نعمل الفواصل بتاعتنا بواسطه القطاعه بتاعتنا. هنيجي هنا عملت الفواصل، وطبعا هنا ما بنوصلش لنهايه العجين عشان هنا العجين بتاعنا يدينا الشكل. عملت الفواصل بنفس الخطوات كده، طبعا احاول على قد ما اقدر ان هنا الفواصل بتاعتنا تكون على قد ما اقدر تكون نفس المقاس. بعد ما عملت الفواصل دلوقتي هبتدي اتنيها الجزئين زي ما احنا شايفين بنفس الخطوات، وطبعا هثبتها من هنا الجوانب بتاعتنا او هنا من كل جنب هبتدي اثبتها كويس. وزي ما احنا شايفين ابتديت هنا اعمل كشكشه من النص واعمل لها الشكل بتاعها، وهجيب قطعه من ورق الفويل او ورق الالومنيوم وبعد كده هحطها في النص. هكمل كل الكميه الموجوده معانا بنفس الخطوات اللي عملنا بيها حلوياتنا بنفس الشكل. وادي الشكل الجميل اللي عملناه مع بعض، شكله جميل جدا ومميز، والحلويات هتطلع مقرمشه وجميله جدا كمان في التقديم. دلوقتي بقى هناخد حلوياتنا هنسويها بدون فرن. هجيب هنا تحلى على النار او طاسه على النار فيها كميه من الزيت، والزيت بتاعك ما يكونش حامي جامد. طبعا حلوياتنا خلي النار بتاعتك متوسطه. ابتديت هنا احطها في الزيت، وكل ما تحطيها في الزيت وهو يسخن عليها هتبصي تلاقيها نفشت معاكي زي ما احنا شايفين. ابتدت تنفش معانا بالشكل ده. ابتديت اقلبها على الجنب التاني بنفس الخطوات كده عشان تاخد لون، وهنشوف دلوقتي لونها الذهبي الجميل جدا وهي طالعه من الزيت. احمرها كويس، وزي ما قلت لحضراتكم ان النار بتاعتها بتكون نار متوسطه ما بتكونش نار حاميه عشان طبعا ما تتحرقش معانا. زي ما احنا شايفين ابتدت هنا تاخد اللون الذهبي معانا. اخدت اللون الذهبي الجميل ده زي ما احنا شايفين، خلاص كده حلوياتنا بقت جاهزه. هطلعها على مناديل من مناديل المطبخ او تطلعيها على شبكه عشان لو فيها كميه من الزيت تبتدي تنزل معاكي. ادي اول واحده حمرناها بشكل جميل جدا، جميله جدا من الحلويات اللذيذه. زي ما احنا شايفين هنا خطوات سهله جدا، هتحمريها وهتطلع مقرمشه معاكي. ادي حمرنا واحده كمان، ودلوقتي هنشوف دلوقتي كمان محمرين اتنين مع بعض بنفس الخطوات كده بخطوات سهله جدا. ابتديت احمر كميه كمان من الحلويات. وادي حلوياتنا بعد ما استوت جميله جدا وشكلها جميل. شلت ورقه الالومنيوم الموجوده في النص وحطيت عليها شويه، وحطيت عليها عسل طبعا ساعه التقديم بالشكل ده، وكمان حطيت شويه من الفستق في النص. زي ما احنا شايفين الحلويات مقرمشه جدا، لذيذه، اقتصاديه، سريعه. جربيها وباذن الله هتعجبك. اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناه.